بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بحضراتكم مرة أخرى في محاضرة جديدة من محاضرات مكرر المشروع البحثي أو ريسيرش بروجكت ENT636 المقرر على طلاب مرحلة الماجستير في ريادة الأعمال والابتكار. حضرة اليوم النهاردة إن شاء الله بعنوان Analyzing Data Quantitatively أو تحليل البيانات، تحليل الكمي للبيانات. بنستهدف إن شاء الله النهاردة في نهاية المحاضرة نتعرف على الموضوعات الرئيسية في تحليل البيانات. The main issues that we need to consider when preparing data analysis and for the quantitative only. فهنركز النهاردة بس على التحليل الكمي الـ quantitative analysis. Recognize different types of data and understand the implication of data type. هنتعرف على أنواع البيانات اللي ممكن نتحصل عليها من الاستبيان. زي ما اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت، عرفنا إن إحنا الاستبيان بيديني نوع معين من المتغيرات. هنعرف إيه الأنواع دي وإزاي ممكن نتعامل النهاردة مع السوفت وير اللي بيقوم بعملية التحليل الإحصائي، اللي هو هيكون معانا إن شاء الله SPSS. فأنا جهزت لحضراتكم داتا سيت أو مجموعة بيانات هنشتغل عليها النهاردة، اللي محتاجين إن إحنا كل ما نتكلم عن حاجة تحليل إحصائي أو حاجة نطبقه عملي، بحيث إن يكون عندنا فكرة إزاي ممكن نستخدم هذا السوفت وير في إنجاز هذا التحليل الإحصائي. Select the most appropriate tables graphs to explore the, and illustrate different aspects of your data. موضوع الداتا بريزنتيشن مهم جدا، ازاي بعرض النتائج بتاعتي. فمحتاجين النهارده نتعرف برضو على الجرافس المختلفه، الجداول، الاشكال البيانيه، استخدم انهي واحده فيهم وامتى استخدمها، وازاي ممكن استخدم اس بي اس اس عشان يساعدني في ان انا احصل على هذه الايه الجرافس. وفي الآخر إن شاء الله هنتكلم على select the most appropriate statistics to describe individual variables and to examine relationship between variables and trends in your data. في تحليل إحصائي هيتم إن شاء الله، ويكون هو عبارة عن بعض الاستاتستكس، التحليلات الإحصائية المستخدمة لدراسة تحليل وصف متغيرات الدراسة أو العلاقة بين هذه المتغيرات. مش بس كده، مهم جدا ان احنا to interpret the tables. نشوف ان شاء الله على النهارده في SPSS هتلاقي النتائج بتطلع شكل tables وgraphs، ازاي ممكن افسرها وايه معنى الارقام اللي هتطلع معايا النهارده. توكلنا على الله، نبدا بال preparing of the data for the quantitative. بتجهز الداتا بتاعتك، ها؟ وده بيشمل عمليه التجهيز، بتشمل ايه؟ لازم إن أنت تكون واضح وموضح الكيسز اللي هيتم التعامل معاها في الاناليسيس. يعني ايه الكيسز؟ قلنا الكيسز هي الريسبوندنتس، الناس اللي شاركوا في الدراسة دي كم واحد، ولما تراجع الاستبيان هل الاستبيان ده يعني هما جاوبوا إجابة جيدة ولا في مشاكل، وممكن إن أنا أستخدمه وأدخل البيانات دي على السوفت وير ولا لا. داتا تايب، نوع السكيل اللي استخدمناه، عشان محتاجين بعد كده نعرف للاس بي اس اس الفاريبل ده نوعه ايه، وهنشوف دلوقتي. نيوميريكال كودز يوز تو كلاسيفاي داتا تو انشور دي ويل انيبل يور ريسيرش كويشن تو بي انسر. عمليه الكودينج برضو هنتعرف عليها، فمهم جدا كنوع من انواع الاستعداد مرحله تحليل البيانات ان انت تكون مجهز كل العناصر دي. كيس زي ما قلت لحضراتكم هي الانديفيديوال، الشخص اللي ساهم معانا في الدراسه، او ممكن تكون الانديفيديوال يونت او بيسموها اليونت اوف اناليسيس. ده ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون شركه، ممكن يكون شخص، ممكن يكون اعلان في مجازين، ممكن تكون تويتر مكتوبه على تويترز، على حسب الدراسه بتاعتك. So the data set would comprise the data collected from respondents, organization or countries, magazine advertisement, television commercial or organization tweets. فده بيرجع إلى أنت بتستهدف
ايه هي انهي يونت اوف اناليسيس او الوحده البسيطه في تحليل الاحصاء. قد يكون كونسيومرز، قد يكون انتربرينورز، مديرين، شركه بعينها، بلد، هكذا. الداتا تايب، ودي جزئيه مهمه جدا يعني احب حضراتكم برضو تركزوا فيها قوي، لان على الاساس ده هترتب عليه حاجات كتيره جدا، منها اختيار نوعيه التحليل الاحصائي وازاي ممكن اعرض النتائج وهكذا. الكوانتيتيف داتا اناليسيس، الكوانتيتيف داتا بالذات بتتقسم الى مجموعتين كبار، كاتيجوريكال ونيوميريكال. الكاتيجوريكال زي ما الاسم كده باين عليه، كاتيجوري جاي من كاتيجوري، كاتيجوري يعني صنف او نوع. فمعنى كده ان احنا البيانات اللي من هذا النوع هي عباره عن ايه؟ هي متصنفه في شكل مجموعات classified into sets. So categorical data refer to data whose categorical data refer to data whose value cannot be measured numerically. يعني ايه؟ يعني مش بقول لك مثلا اوزن لي، اقول لي الوزن ده كام، او المسافه دي كام، او التمبريتشر دي كام، وادي لك رقم. لا لا، انا بقول لك مثلا، خلينا نقول على سبيل المثال، لو شركه بتصنع سيارات، اوتو مانيفاكتشر، مصنع للسيارات، هيقسم العربيه بتاعته اللي بيصنعها لاربع او خمس انواع. مثلا خلينا نقول الهاتشباك، الصالون، الاستيت اند اس يو في، سبورتس يوتيلي فيكل، ادي كاتيجوريز. فلما اجي اسال السؤال اقول لك والله ايه العربيه المفضله بتاعتك، هتقول لي الاس يو في، واحد ثاني يقول الهاتشباك. فالبيانات المتحصله عليها من هذا السؤال هي بيانات تعتبر كاتيجوريكال داتا، لانها it refers to values that cannot be measured numerically، ما اقدرش استخدمها في القياس بشكل رقمي. زي مثلا اقول لك درجه الحراره كام النهارده، تقول لي 37، اقول لك الوزن العبوه دي قد ايه، تقول لي 250 جرام. لا، دي مختلفه، هنا النوع اسمه categorical. and وممكن برضه اسال الجندر، نوع ذكر او انثى، ده برضه ممكن يبقى نوع ده categorical. احيانا مثلا برضو في بعض الاجابات في الاستبيان، بدي الشخص سؤال مفتوح زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، اوبن اندد في الاستبيان او في الانترفيو. وده يعتبر نص، ها، والنص ده ممكن انا احوله الى كاتيجوريز ولا لا؟ ينفع تحوله كاتيجوريز. ها، فعلى سبيل المثال خلينا نقول مثلا the verbal responses to an open-ended interview question asking participants to describe their journey to work could once transcribed into text be used to generate about that about the main mode of travel to work. يعني اسال سؤال، والله تكلمنا عن رحلتك اليوميه للعمل مثلا، ده سؤال كواليتيتيف، ويقعد هو يتكلم ويحكي، او بعدين تكتب انت هل ممكن انا احول السؤال ده لكاتيجوريكال داتا؟ يس. فانت بتبقى عندك مثلا مجموعه كاتيجوريز، بذهب للعمل بايسكل او باص او ريل او كار او ووك وات ايفر. ها، في الحاله دي برضو احنا بنقسم الكاتيجوريكال داتا لانواع اخرى برضو، منها النومينال داتا و الاوردينال داتا. ها، النومينال داتا اللي هي the data that is impossible to define such category numerically، يعني ما اقدرش برضو اديها رقم، يعني ما اقدرش مثلا اقول لك رتب مثلا انواع السيارات اللي انا قلت عليها من شويه، رتبهم، مش هينفع ترتبهم لان كل واحده مستقله بذات، الاس يو في غير الهاتش باك غير الصالون غير غير. ها، فدي نومينال. يعني اسالك مثلا سؤال يس اور نو كويشنز، هل النهارده قضيت بعض الوقت في تعلم اونلاين مثلا، يس اور نو، اونلاين ليرنينج، بتقول لي يس اور نو، هل ينفع اقول ان يس تسبق نو، او يمكن اعمل بينهم رانك؟ لا، اسال واحد انهي تعليم حصلت عليه، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، انهي درجه، احدث اعلى درجه حصلت عليها. يبقى هو بيختار حاجه واحده،
في الحاله دي ال this data assembly count the number of occurrence in which each category over value. يعني لما باجي اجمع بعمل نسبيان اجابه على هذا التساؤل، بيكون عندي مثلا انا عندي في العينه بتاعتي 45 في ميل و20 ميل، بس عدد نومينال داتا ده، دي مجموعه ضمن الكاتيجوريكال داتا. ها وتسمى ايضا عند الاحصائيين دايكوتيمس داتا. الدايكوتيمس هو برضو the variable that can be divided into categories بس. يعني خلي بالك، ممكن النومينال ده يكون دايكوتيمس، اي دايكوتيمس هو بالتالي نومينال. ها دايكوتيمس يعني حاجتين بس، that the variable can be divided into two categories only. الكاتيجوري الاولانيه مثلا اقول لك انت عملت ايه في الامتحان، باس اور فيل، نجحت ولا لا، مفيش اختيار تالت، تو اوبشن اونلي، الجندر ميل اور فيميل، الاجابه يس اور نو، ذس از دايكوتوموس داتا. سو والاثنين دول برضو بيندرجوا تحت الايه الكاتيجوري. في نوع تاني بقى برضو بيختلف شويه، هو لا زال كاتيجوريكال ولكن بيختلف شوية عن الايه الدايكوتيمس او النومينال. ليه؟ لان هو بيسميه الاوردينال، الاوردينال داتا، الاوردينال داتا اللي هي يمكن ترتيب، ممكن حدوث ترتيب ما بينها. The data that are more precise form of categorical data is محددة اكتر. يعني هي كاتيجوريكال لا زالت ولكنها اكثر تحديدا. بمعنى ايه؟ In such instances you know the relative position of each case within your data set, although the actual numerical measures such as scores on which the position is based are not recorded. خلينا ناخد مثال عشان الموضوع يبقى أكثر وضوحا. لو في ريسيرشر النهارده بيحاول يفهم أو بيدرس يكتشف ما يسمى بالorganization online communication، الاتصالات اللي بتحدث داخل المنظمة بس أونلاين، فهو هيجي يقسم كل أنواع الاتصالات خلال الثلاث شهور اللي فاتت لثلاث أنواع بس: positive communication، neutral communication، or negative communication. بمعنى إيه؟ هو هيبص على الأونلاين كوميونيتيز ويشوف كل الحوارات المتعلقة بالكلام على الشركة، هيلاقي منهم ثلاث أنواع: يا إما في ديسكشن ونقاشات وتواصل بشكل إيجابي، أو تواصل بشكل سلبي، أو تواصل ما فيش أي لا سلبي ولا إيجابي، وسط، حالة وسط ما بين الأنواع الأخرى. بيقسمهم ثلاث مجموعات هنا. يبقى في الحالة دي أنا عملت إيه؟ هنا الباحث عمل إيه؟ لما سأل الكوشنير asking rating or skill questions such as how strongly the respondent agree with the statement. ده برضو هنا قسم قسم ال variable ده لثلاث أنواع، بس النوع هنا فيه نوع من أنواع الرانكينج أو الترتيب ما بينهم. أنت لو اخترت الأول اللي هي positive مختلفة عن النيوترال، مختلفة عن النيجاتيف. برضو أقول لك مثلا، قول لي أجري ولا ديس أجري مع الجملة اللي هقولها، أنت موافق ولا بتختلف مع الجملة اللي أنا بقولها دلوقتي. سو على فكرة برضو هناك خلاف ما بين الباحثين، ها، في إن هم بيعتبروا الأوردينال داتا دي كاتيجوريكال، في بعضهم بيعتبرها نيوميريكال، هنتكلم عليها كمان شوي، لكن مش هنلتفت لهذا الخلاف. خلينا مركزين بس على فكرة ان هو الاوردينال ده ان هو بيكون فيه ترتيب. يعني مثلا هتقول لك مثال بسيط جدا، اقول لك اسألك عن الدخل بتاعك. الدخل هنا بيبقى فيه ترتيب، الشريحة الاولى من 1000 ل 5000 جنيه، الشريحة الثانية من 5 ل 10، الشريحة الثالثة من 10 ل 15. معنى كده ان حضرتك لو اخترت رقم ثلاثة اللي هي الاعلى، فانت اعلى دخلا من الكاتيجوري واحد والكاتيجوري اثنين والكاتيجوري ثلاثه. في الحاله دي الفاريبل ده بيسمى ايه؟ اوردينال. لكن لو قلنا مثلا المثال بتاع السيارات،
اقول لك انا الاس يو في، اختار العربيه اللي بتفضلها، اس يو في، هاتشباك، صالون. لا مش معنى ان انت اخترت رقم ثلاثه اللي هي اس يو في ان هي اعلى من صالون في حاجه، لا دي بقى اسمها النومينال. فاحنا لازم نفرق، مهم جدا ناخد بالنا، عشان ده الاس بي اس اس ان شاء الله لما نتعامل معاه هيبقى مطلوب منك تعرف الفاريبل ده، تعرف الداتا تايب بتاعتك، هل هو نومينال ولا اوردينال ولا سكيل. سكيل اللي هو جاي بقى اللي بنتكلم عليه بقى، ايه هو السكيل ده؟ السكيل اللي هو النيوميريكال، النيوميريكال داتا. يبقى احنا لو قلنا سكيل او قلنا نيوميريكال او قلنا ريشيو او قلنا انترفال كلهم بمعنى واحد، وهنفهم دي كلمة نيوميريكال داتا يعني ايه. نيوميريكال داتا ار ذوز هوز فاليو ار ميجرد اور كونتينيود نيوميريكلي اس كوانتيتيز، يعني المتغير اللي يمكن نقيسه بشكل ايه، رقمي باستمرار. This means that numerical data are more precise than categorical. The numerical data أكثر تحديدا than categorical. Why? Because you can assign each data value a position on a numerical scale. لأن أنا أسألك مثلا طول الشخص كام؟ تقول لي 120 سم. أقدر على على distance أو المسافة أحدد 120 سم، لكن في الكاتيجوريز لا، عندي 3 و 4 كاتيجوريز بحدد بس على الكاتيجوري المعينة. There are two possible ways of subdividing numerical data. يعني ممكن نقسم النيوميريكال داتا لنوعين، وعلى فكرة هنفهم الفرق ما بينهم، لكن من ناحية السوفت وير ما بيفرقش ما بينهم خالص، لكن نظريا في فرق هنقول دلوقتي. There are two possible ways of subdividing numerical data into interval or ratio and alternatively into continuous and discrete. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه الفرق بين interval data و ratio data؟ خلينا نقول مثلا مثال درجات الحرارة، Celsius temperature scale. عارفين درجات الحرارة من 0 ل 100، ها هي تعتبر interval scale، يعني هي وحدة قياس درجة الحرارة متقسمة، ها وفي ديفرنس. لما اقول لك مثلا درجة الحرارة النهاردة 30، معناها ان 30 دي اكبر من ال 20، ها لكن مش معناها ان when I said 20 degree Celsius temperature او 30 degree Celsius temperature، ان معناها مثلا ان 10 degree او 10 Celsius temperature نص ال10 دي نص مثلا او نص ال20. لا does not mean that half time warmer or colder than the. ليه بقى؟ لان بيقول ان الزيرو تمبريتشر، this is because zero temperature does not represent the true zero، هي مش بتمثل الصفر الحقيقي، يعني انت بتلاقي هي صفر already outside but still some there is some warm. فعايز يقول ايه من الفكره هنا؟ بيقول ان ده سكيل، والسكيل ده عباره عن intervals. intervals يعني مسافات متساويه بين كل درجه والاخرى. ده نوع من انواع النيوميريكال داتا. النوع الاخر اللي هو الريشيو، اللي هي المعدل. relative difference ratio بمعنى ايه؟ you can also calculate the relative difference or the ratio between any two data. معدل يعني ايه؟ مثلا لما اقول لك if a multinational company makes profit of $1 billion in 1 year and $2 billion in the following year, so we can say that profit have doubled. في الحاله دي اقدر اقول بايه؟ الارباح اتضاعفت. الشركه دي بتعمل النهارده مليار دولار ارباح في سنه، وعملت في السنه اللي بعدها 2 مليار. في ريليشن شيب، في ريلاتيف ديفرنس، يعني معناها ان الارباح عندها تضاعفت. غير ما اقول ان درجه الحراره 30 معناها ان هي ضعف درجه الحراره او قد درجه الحراره ال10 مره ونص. لا مش كده، لان ده ريشيو والاخر هو عباره عن انترفال. برضه مثال آخر، if you are estimating the number of people attending events such as political rallies using
aerial photographs, you might estimate the number of people at one event is half as many as another. يعني برضه هو بيتكلم على فكرة إيه الريلاتيفيتي، النسبية. يعني ليه بنقول عليها ريشيو؟ لأن بنقول إن الفاريبل ده أو الداتا دي نقدر نقارنها، نعمل نحسب الفرق ما بين المجموعة دي والمجموعة دي، السنة دي والسنة دي. إحنا قلنا لو الأرباح اتضاعفت السنة الجاية معناها، أو الأرباح السنة دي زي ما هي، يبقى إحنا معناها حققنا ضعف الأرباح، ففي علاقة. لكن الإيه الانترفال لا. الكونتينوس داتا برضو انذر كلاسيفيكيشن او تقسيم اخر للنيوميريكال داتا. كل التقسيمات دي خلي بالك هو في لما تيجي تتعامل مع الاس بي اس اس هنشوف دلوقتي بيتعامل معاهم على ان هو حاجه واحده. يعني هيسالني اس بي اس اس هيقول لي نوع الفاريبل بتاعك ايه، هل هو نومينال اوردينال ولا سكيل. تحت السكيل حاطط كل النيوميريكال داتا اللي احنا بنتكلم عنها، لكن لازم نظريا نفرق ما بينهم عشان نبقى عارفين. النوع التقسيم الاخر للنيوميريكال داتا اللي هي كونتينيوس داتا. كونتينيوس يعني ايه؟ مستمر، ما فيش انترفال. بقى احنا كنا بنقول من شويه انترفال، لكن هنا ما فيش انترفال. فالكونتينيوس داتا برضو هي نوع من انواع النيوميريكال داتا، وهي نظريا يعني هي these data that can take any value، تاخد أي رقم، بنعبر عنها بشكل رقم. بس من كلمة continuous يعني معناها إن هو it's provided a measure that is very accurate، يعني درجة حرارة مثلا، مسافة، يبقى رقم ورقم، حتى يبقى فيه مثلا جزء من 10 او كده، يعني 15 و2 من 10 مثلا. ها، لكن الديسكريت داتا مختلف شويه، لان الديسكريت داتا كان بي ميجرد اولسو بريسايزلي، يمكن ان قياسها بشكل محدد، لكن each case take one of the finite number of values from a scale that measure changes in a discrete unit. بمعنى ايه؟ يعني عايز اقول لك مثلا عايزين نحدد كام موبايل فون اتباع أول ما آبل موبايل فون نزل، أو الآيفون، كم واحد اتباع؟ بتقول لي رقم، ورقم صحيح انتجر نمبر، انتجرز اللي هو رقم صحيح. ما ينفعش أقول 50325 ونص موبايل، ما فيش، ما ينفعش، يبقى ده ديسكريت، لأن لازم يبقى فيه العدد صحيح. أقول مثلا كم كلمة قالها النهاردة المدير في الاجتماع، قاعد بيكتب بقى، بيحلل ويدرس ويحول الاجتماع إلى ترانسكريبت ويتكلم، والله 500 كلمة ونص، ما فيش نص كلمة، يعني ما ينفعش نقول كده. ها، وهكذا. يبقى دي الأنواع النيوميريكال، ومهم جدا كنا نعرف أنواع الداتا دي، لأني يعني حابب إن حضرتك برضو تبقى عندك خلفية عن الداتا دي، لأن أول حاجة هتبتدي تشوفها لما إن شاء الله نتكلم في الـ SPSS دلوقتي. SPSS هيطلب منك قول لي نوع الداتا اللي حضرتك جمعتها إيه؟ لازم تبقى فاهم الأنواع. لكن اتفقنا إن التقسيمة اللي إحنا قلناها من شوية هي نظرية. في الـ SPSS هيتعامل مع 3 أنواع بس: نومينال، أوردينال، سكيل. إحنا عرفنا النومينال اللي هو مجموعات كاتيجوريز، ها؟ اتنين او حاجه ما فيش بينهم رانكينج، لكن الاوردينال فيه رانكينج، والسكيل بيشمل كل النيوميريكال داتا اللي احنا قلنا عليها من شويه. ماشي، ندخل بقى على المرحله اللي بعد كده وهي الداتا كودينج. لازم ندي كود لكل حاجه بنعملها. ليه بندي كود للفاريبل ده وبنسميه ونقول عليه كود معين؟ عشان نتجنب المشاكل، عشان نتجنب الاخطاء. It makes it also makes subsequent analysis much easier, more straightforward. فاللي هيستخدم اس بي اس اس هناخد بالنا دلوقتي ازاي ممكن نتعامل مع موضوع الكودينج ده. تعالوا نشوف ممكن ازاي نتعامل مع فكرة الكودينج في الاس بي اس اس. طيب، stop sharing.
طيب قدام حضراتكم دلوقتي ده الانترفيس بتاع الاس بي اس اس، واعتقد ان حضراتكم يعني اوير بيه. في هنا عندنا الفاريبل فيو وفي الداتا فيو. دي الداتا اللي تم تدخلها الى السوفت وير، وهشرح دلوقتي واقول ازاي ممكن نعملها. وبعدين دي الفاريبلز فيو اللي بيقول لي الاس بي اس اس انت عندك كام فاريبل، ايه نوعيه الفاريبل. فزي ما اتفقنا في عمليه كودينج بتتم، او طبعا دي داتا سيت جاهزه، لكن خليني اتفق معاكم ان احنا خلينا نعمل مثال صغير لفاريبل جديد عشان نشوف بتتم ازاي فكره الـ الكودينج والداتا انتر. اول حاجه بنروح للفاريبل فيو، بنلاقي الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، روز صفوف وكولوم. هنا اول حاجه بيقول لي النيم، يعني عايز يعرف منك الفاريبل بتاعك اسمه ايه. خلينا نقول في الدراسه اللي احنا عاملينها هي دراسه بسيطه بنحاول نفهم فيها تاثير الصوره الذهنيه على الولاء للاورجانيزيشن. يعني لما انا اكون عندي فكره وصوره ذهنيه جيده ممكن اجي اشتري من المحل ده تاني او اروح للمطعم ده تاني او غيره، وبيأثر طبعا على الورد اوف ماوث اللي هي فكره ان انا هتكلم بشكل جيد على المكان. دراسه فيها عملنا حوالي فيها 45 كيس او 45 ريسبوندنت، يعني 45 شخص جاوبوا على استبيان، ودخلنا البيانات بهذا الشكل. طبعا دي جاهزه، لكن هنعمل حاجه جديده، متغير جديد مهم برضو عشان نفهم ايه اللي حصل بالظبط. هنقول بنتكلم قبل ما نقول تأثير الصورة الذهنية مثلا على الولاء اللويالتي، خلينا نتكلم الأول على الساتسفاكشن. يعني الأول إن العميل يبقى راضي عن الإيه الأورجنايزيشن دي، عن المنتج بتاعها وهكذا. ففي الأول بيقول لي عرف الإيه، إدي اسم للإيه للمتغير بتاعك، سميه تحت النيم، بقول اسمه ساتسفاكشن. ساتسفاكشن. وخلي بالك وحضرتك بتكتب النيم لازم تكون واخد بالك ان هنا ما بقاش فيه سبيس، تمام؟ خلاص عرفنا. ظهر بقى بعد كده برضو اس بي اس اس بيطلب مني بيانات تانية عن المتغير ده الجديد اللي انت ضفته. بيقول لي نوعه ايه؟ التايب بتاعه ايه؟ احنا لسه متكلمين من شوية، احنا في الاس بي اس اس حتى لو هو كاتيجوريكال فاريبل او حتى هو متغير كاتيجوريكال لازم يبقى ياخد بشكل رقم، يبقى هو نيوميريك. بنقول نيوميريك وهي باي ديفولت نيوميريك، بنقول اوكي. كل البيانات دي كلها مش مهمه قوي، الحاجات دي كلها فورماتنج، لكن ممكن انت تضيف ليبل لكلمه ساتسفاكشن تقول ايه. السؤال هنا كان ايه الليبل ده، معناه تشرح الفاريبل ده. فهنكتب how satisfied are you with the products and services provided. ده كان السؤال، واقول له ايه انت قد ايه كنت راضي عن الخدمة بتاعتنا وعن المنتجات بتاعتنا. وهنا بقى بيقول لي طب انت دلوقتي المتغير ده هتقيسه ازاي؟ ايه نوعه؟ الداتا تايب اللي احنا كنا بنتكلم فيها من شويه. بص حضرتك قبل ما نكتب الفاليوز دي لازم نعرف، لازم نروح كده على كلمه ميجرز، هتلاقي الثلاث انواع اللي انا قلت لحضرتك من شويه عليهم انواع الداتا اللي انا بجمعها. السكيل اللي هو عباره عن نيوميريك داتا اللي بيكون في الغالب ليكارت سكيل او باي بولار سكيل اللي شرحناهم في الاستبيان. الاوردينال اللي هي داتا اللي بيبقى فيه بين كاتيجوريكال داتا، ولكن بيبقى فيه نوع من انواع الترتيب، حتى بتلاقي ان في هنا بار ده صغير وبعد كده ده اكبر، يعني في ترتيب، في نوع من الايه العلاقات ما بين الايه الكاتيجوريز. انما النومينال لا، اللي هو زي الجندر زي اليس نو كويشن. هنا تصور هنا المتغير اللي بتكلم عليه ده نوعه ايه؟ المتغير هنا نوعه سكيل، لان هو بيقيس على انترفال او سكيل معين
درجة رضاء العميل عن الخدمة أو عن المنتج المقدم. بيستخدم ليكارت سكيل في 5 بوينتس 7 بوينتس في الدراسة دي، بما إن إحنا استخدمنا في المتغيرات الأخرى 7 بوينت ليكارت سكيل، فإحنا عايزين نستخدم مع الساتسفاكشن برضو نفس الإيه نفس الإيه الفاليوز. شوف هنعملها إزاي. فخلينا عشان هنا بنقول إن الواحد بتدل على اكستريملي ديس اجري، يعني انا مش راضي خالص عن الخدمه، وحشه جدا سيئه جدا. بعدين سترونجلي ديس اجري، وبعدين ديس اجري، وبعدين نيوترال، وبعدين اجري، وبعدين سترونجلي اجري اند اكستريملي اجري. خلينا نعملها بقى بالنسبه للساتسفاكشن، هتبقى رقم واحد هناك في فاليو، هتبقى اكستريملي ديس ساتيسفايد. وآد، ما تنساش تو كليك اون آد. رقم اثنين strongly dissatisfied. رقم ثلاثة dissatisfied. آت رقم أربعة اللي هي نيوترال على الحياد، يعني لا موافق ولا لا راضي ولا غير راضي، أو يعني حاجة أوكي يعني ساتيسفايد. ام سوري، ده شفت بقى هنا مكان الفاليو المفروض ناخد بالنا، ده فاليو يعني رقم، الليبل هو اللي هيبقى ساتيسفايد. اد، وبعدين رقم ستة هتبقى strongly satisfied. strongly satisfied. وبعدين رقم سبعة هتبقى extremely satisfied. اد، ونقول اوكي. بقى عندي دلوقتي متغير اتضاف جديد نوعه سكيل، ليه قيمة من واحد لسبعة. واحد معناها إن أنا مش مبسوط خالص وراضي، مش راضي عن الأداء خالص والخدمة، وسبعة أعلى حاجة معناها إن أنا موافق. برضو الميسنج والكولومن والألاينمنت كل ده نوع من أنواع الفورماتنج، مش مهم أوي دلوقتي. نرجع بقى تاني هنشوف هنا اس بي اس اس عمل إيه في الداتا فيو. إداني كولوم جديد او عمود جديد بفاريبل جديد اسمه ساتسفاكشن، هيبقى انا سميته وعملت كود ليه. يعني برضو احيانا انت بتكتب بقى اذا كان مثلا المتغير ده ليه اكتر من ايتم او سؤال بيتسال بيه، تكتب ساتسفاكشن 1 ساتسفاكشن 2 زي قدام كده، زي ما موجود هنا ايمج 1 ايمج 2. ده كودنج، دي عمليه كودنج يا جماعه. يعني انا بعرف المتغير، بقول نوعه ايه، نوع الداتا، الفاليوز بتاعته ايه، الميجر شكلها ازاي، لو في ليبل بضيفه، وببتدي بقى بدخل انا بناء على المتغير ده. لو عملت كليك على النقطه دي بيديني الاختيارات الممكنه. فهنحط افتراضا يعني ان الاول قال سترونج اجري، الثاني اي فاليو حضرتك بتكتبها عشان بس ايه لأغراض التجارب النهاردة، عشان نعرف إزاي ممكن ندخل البيانات. ودي يعني أنت حضرتك بتبص في الاستبيان وبتروح جاي باصص على الكيس رقم 8 قال إيه في الإجابة، قال نيوترال فتكتب نيوترال. الكيس رقم 9 قال إيه، قال strongly dissatisfied، وهكذا. ماشي يا جماعة لحد ما نخلص الإيه ال 45 كيس اللي عندنا، اللي هو بنفترض يعني ان العينه كانت 45 شخص. تمام، دي عمليه الكودينج. وانا فضلت النهارده ان يكون معانا الاس بي اس اس عشان بدل ما نقعد نشرح في كلام نظري، يبقى قدام حضرتك الايه البروسيس كلها عملي،
عشان نبتدي. وبعد كده بقى وانس ان احنا خلصنا الداتا انتري، ده اسمها الداتا انتري، البروسيس اوف داتا انتري. داتا انتري مهمه جدا، لان الاس بي اس اس محتاج يعرف حضرتك نوع المتغيرات بتاعتك ايه، وهتتعامل مع وهتقيسها ازاي، ها والسكيل او الميجرمنت هكذا. تمام، يبقى احنا بالشكل ده قدرنا نعمل كودينج وداتا انتري في نفس الوقت. طيب خلينا نرجع تاني للسلايد. يبقى احنا كده عرفنا الخطوة مهمة جدا. نعمل بقى سكيب لكل الكلام ده، لان احنا دلوقتي هنبتدي نخش في خطوة اخرى، وهي خطوة مهمة جدا، اللي هي exploring and presenting data. حلو قوي الكلام. بقى عندي variables، عندي متغيرات، متغيرات تم تعريفها. المفروض بقى to make sense out of this، يعني ايه؟ نعرض بقى، نكتشف البيانات. exploring and presenting data. Once you have been entered and checked for errors، لو بمجرد ما انت حضرتك بس زي ما عملنا كده توصلت الى الشكل اللي احنا شفناه من شويه، دخلت البيانات، ready to start your analysis. انت دلوقتي جاهز ان انت تبدا عمليه الاناليسيس. بنعمل ايه في الاناليسيس ده؟ This approach emphasizes the use of graphs to explore and understand. اول حاجه قبل ما تخش على اي تحليل احصائي، اعرض بس، اعرض البيانات دي بشكل يعني يكون في سهولة لمعرفة او فهمها، معرفة الداتا دي وفهمها. فعندك الجرافس، الاشكال البيانية، وعندك الجداول، ها ده عشان نبقى فاهمين بس شكل البيانات دي ازاي. وطبعا من خلال اس بي اس اس برضه بنقدر نجيب كل البيانات دي. طيب the simplest way of summarizing data for individual variables so that a specific amount can be read is to use table, frequency table. دي أبسط حاجة ممكن، يعني ممكن تعملها. يعني إيه frequency table؟ اللي هو جداول التكرار. يعني مثلا عايز أتكلم على العينة بتاعتي، كم واحد شارك؟ ها في جدول، أعرض جدول يقول لي ملخص عن مثلا قول ايه اللي حصل بالظبط، في كم واحد شارك، الميل اند فيميل، الايج، الاديوكيشن، هكذا. هل ده ممكن نعمله بالاس بي اس اس؟ اكيد اكيد. خد بالك، لو هي كاتيجوريكال ديتا، ده كويس، يعني ميل اند فيميل بنقدر نشوف وصف للداتا في شكل جداول. بس خلي بالك لو الكاتيجوريز زادت، يعني مثلا ممكن يكون عندي مثلا 20 كاتيجوري، ده هيبقى صعب شويه. فانت محتاج تعمل ايه؟ ممكن تحتاج ان انت تضم مجموعات لبعضها. لكن الحمد لله في العينه اللي معانا او في الداتا سيت اللي معانا مش محتاجين نعمل ده. ابسط حاجه بقى ممكن نعملها جداول التكرار، الفريكونسي. خلينا نشوف بيتعمل ازاي في الاس بي اس اس. اوكي يا جماعه، طيب يعني عمليا ممكن ازاي نعرض الفريكوانسي تيبل او الفريكوانسيز؟ زي ما حضرتك شايف احنا بنرجع تاني للداتا فيو. الداتا فيو فيها المنيوز مختلفه، وفيها كولومنز وروز، ده الفاريبلز بتاعتنا بتاعت الدراسه، ودي عدد الكيسز. بسيطه جدا، الفريكوانسي تيبلز بتروح للانالايز منيو، وبعدين ديسكريبتيف ستاتستكس، وبعدين frequencies او التكرارات. بيديني الويندو دي مكتوب عليها frequencies، على الشمال هنا الليفت متغيرات الدراسه بتاعتي. المجموعه دي كلها متغيرات الدراسه، والمسطره دي معناها ان ده سكيل، وده معناها هنا الجندر، هنا نومينال، ما عندناش اوردينال في الدراسه دي. ماشي، وبيطلب منك، بتقول عايز يعرف ايه هي الفاريبلز اللي محتاج تعمل لها جداول تكرار. ده امر طبيعي. هنقول له مثلا، خلينا نقول ايمج نمبر 1، يعني عايزين نشوف بالنسبه للايمج، وبالنسبه للجندر، وبالنسبه للايدج، بننقل بنعمل كليك، وبعدين بن موف تو ذا اذر سايد. ها، ونقول مثلا الساتسفاكشن اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي.
هو كده انت تقدر تعرض الفريكوانسي تيبل بتاعك، بس في اوبشنز تانية هنتعلمها كمان شوية، فخليها في وقتها في حينها. ها وفي طبعا اكتر من وسيلة للعرض او برزنتيشن. اللي احنا عايزينه حاليا هو فكرة الايه، الفريكوانسي تيبل، فهنقول اوكي مش عايزين اكتر من كده. عمل لي فريكوانسي تيبل لكل ايه، لكل variable او كل متغير انا طلبته. دي بقى الاوتبوت اللي هنا. خلي بالك الاس بي اس اس عنده اوتبوت بيج او اوتبوت ويندو زي كده، ها بيعرض فيها النتائج. بنضيف في البدايه كده بعض الكودز، بيجيب لك بعد كده عنوان الاختبار المطلوب او التيست المطلوب او الاوردر اللي انت طلبته. ها فهنا مسميه الفريكوانسيز، جايب جنرال ستاتستكس، بيقول ان عندنا في الدراسه دي كان عندنا اربع متغيرات حضرتك طلبت، الفاليد ريسبونسز او الفاليد ريسبوندنت كانوا 45، يعني 45 واحد جاوبوا على كل الايه الاسئله. الايمج بقى، بالنسبه للايمج كان عندنا ايه، الصوره الذهنيه كان عندنا ان الاختيارات كانوا كام، كانوا خمسه بس، مش سبعة زي الساتسفاكشن. الساتسفاكشن كان سبعة، لا الايمج كان خمس اختيارات: ديس اجري، اكستريملي اجري، سترونجلي اجري، اجري. كانوا خمسة. عدد اللي جاوبوا مثلا وقالوا ان هم اكستريملي اجري كان عددهم تسعة. كويس. العدد اللي قالوا مثلا سترونجلي اجري كان 11، ده كله باين واضح من الفريكونسي. طب النسبه المئويه كام؟ يعني مثلا 24 و4 من 10 من الريسبوندنت او من مشاركين الدراسه قالوا ان هم بيشوفوا ان الصوره الذهنيه جيده مثلا. ها وهكذا. برضو بالنسبه للجندر عندي مثلا اجمالي 45 شخص شاركوا، منهم 24 فيميل انثى و21 ذكر، بنسبة مثلا 46.7 للميل، 53.3 للفيميل، وهكذا. والإيج عندي أعمار مختلفة شاركت في الدراسة دي، ها من تراوح أعمارهم مثلا من أقل من 18 كانوا نسبة 26%، من 18 ل 25 31.1، وهكذا. ها وده اسمه الفريكونسي تيبل، زي ما حضرتك شايف معروض بشكل جيد، بيفصل بيدي بس النوع وصف للداتا بتاعت حضرتك. طيب نعمل ستوب ونرجع تاني للايه، البرزنتيشن بتاعتنا. طيب ده حاجه كويسه، فريكونسي تيبل اعتقد يعني بسيطه ممكن كلنا نعملها بعد ما خلصنا الداتا انتري. طيب عايزين نعرض الهايست واللوست فاليوز. في حد برضو عايز يعرض بشكل كده برزنتيشن شكله بسيط، ها بس بشكل فيجوال؟ احنا ده كنا بنتكلم على ارقام، لا عايزينها فيجوال بقى، عايزينها يعني ايه، اللي بيقرا اللي او اللي بيسمع او اللي بيشوف بيحب طبعا الشكل افضل واسهل وايسر من هو بدل ما يقرا ارقام. فدي برضو ممكن نعملها بشكل اخر من خلال الجرافس. الجرافس اللي بتدينا برزنتيشن جيد. فعندي البار جراف والبيكتوجرامز. لو الداتا بتاعتك كاتيجوريكال او ديسكريت مفيش مشكله، فبار جرافز هيعمل لك ايه، العرض الجيد، الفيجوال بريزنتيشن ده. خلينا نشوف برضو ممكن نعملها ازاي في اس بي اس اس. ستوب شيرنج، جو باك تو اس بي اس اس. اوكي احنا برضو خلينا مع المثال بتاع المرة اللي فاتت، اللي احنا جبنا الفريكوانسي تيبل من مجموعة متغيرات اهي لسه موجودة. لو حضرتك كليك اون شارتس، هنا مديني اختيارات: بار تشارت، باي تشارت، هيستوجرام. حضرتك سمعتني بتكلم عن الهيستوجرام والبار. لو اخترنا البار تشارت، ها بيطلب منك برضو اوبشن، هل محتاج تحط فاليوز على البارز بتاعت
تشارد دي ولا لا؟ طب نوع الفاليو ايه؟ تشارد فاليو ولا برسنتج زي ما تختار. خلينا نجرب الاول بار تشارد ونقول كونتينيو، وممكن تعدل في الفورماتنج بتاعتها. هل انت محتاج اسندنج او ديسندنج فاليو؟ يرتب لك الفاليوز دي تصاعديا او تنازليا، ماشي. وكمان ممكن تتحكم في الستايل، دي كلها اوبشنز تانية لا داعي لذكرها حاليا. ونقول اوكي. ايه اللي حصل؟ طبعا اس بي اس اس يعني سوفت وير برضو بيقدم اوبشن ان هو يعرض لك البيانات في شكل جراف زي ما احنا شفنا. ده بار تشارت. البار تشارت ده مثلا ابسط حاجه المشاركين في الدراسه، الفريكوانسيز، الذكور والاناث. واضح ان الفيميل كانوا اكتر. ها في اكس اكسس وواي اكسس، محور اكس عليه النوع كاتيجوري او ذكر او انثى، والترددات او التكرارات كانوا كام. هنا كده 21 وهنا كانوا 24% حاجه زي. وكذلك الايه بالنسبه للايمج، تكرارات كم واحد قالوا اجري كم واحد ديس اجري. وكذلك الايدج، الفئات العمريه برضو. وده مفيد جدا من جاست مجرد ان انت تنظر الى البار جراف بتلاقي الموضوع بسيط. وطبعا بيدي لك الاوبشن ان انت تعدل. يعني لو حضرتك دخلت على الشارت نفسه وعملت دبل كليك، حد بقى حابب مثلا يغير في اللون مثلا، لو حابب تغير في الديزاين بتاعه، في اوبشنز كتيره ممكن. وفي الـ في الـ في الوردنج او كده، يعني ممكن تغير وتعدل الفورماتنج زي ما حضرتك تحب. طيب تمام، نرجع تاني. كنا عايزين نعمل برضو الهيستوجرام او البيكتوجرام. البيكتوجرام هو عباره عن بيكتشرز، يعني بدل العمود ده بس بيجيب لك مثلا، لو احنا مثلا عايزين نعرف الشركه دي بقى كام موتوسيكل السنه دي، فبيجيب لك بدل ما يجيب لك الشكل ده بار كده عمود واحد بس، بيجيب لك عدد رسومات موتوسيكلات. هنا بتبين عدد الايه الفريكوانسز او عدد المبيعات، قيمه المبيعات في هذه السنه مثلا، ماشي. فناخد نشوف برضو حاجه تانيه، وهي الهيستوجرام. ايه فكرة الهيستوجرام ده يا جماعة؟ هو كمان هنا طالب بيسأل هل انت محتاج to show the normal curve on histogram ولا لا؟ هنعرضه وبعدين نتكلم عليه بعدين، يعني هناخد بس فكرة. ده الهيستوجرام. بص حضرتك، هو هتلاقي نفس البار تشارت ولكن جايب بمنحنى التوزيع الطبيعي، المفروض ان هو يكون طبيعي، بس هو لو اسكيود يعني واخد انحراف يمين او يسار هيبقى باخد شكله الثاني غير ده، مع ان هو بيدي كمان بعض الايه الديسكريبتيف ستاتستيك اللي هنتكلم عنها كمان شويه. يعني ايه هو المين او الوسط الحسابي، الستاندرد ديفيشن، الانحراف المعياري، الان سامبل سايز او حجم العينه. ده الفرق الوحيد ما بين البار جراف والايه الهيستوجرام، وبنحتاجه هنعرف كمان شويه ايه السبب. طيب يا جماعه، طيب يبقى عرفنا البار جراف في حاجة بقى كنا عايزين نتكلم عليها، اللي هي زي ما حضراتكم عارفين إن عندنا في بعض الأسئلة في الاستبيان السؤال مفتوح open ended، والسؤال بيكون كتابة، يعني هو بيكتب باراجراف، بيكتب سطرين ثلاثة. طب ده ممكن اتعامل معاه ازاي في العرض، في عرض البيانات؟ انا دلوقتي بتكلم على البرزنتيشن وجرافس وكده. في طريقة تانية سهلة جدا للايه للكواليتيتيف انسر، هعرف حضرتك دلوقتي عليها.
ايه الطريقه دي بقى؟ الطريقه دي ان احنا في ما يسمى بالوورد كلاود، برضو هي وسيله بتحاول تعمل يعني نايس بريزنتيشن للداتا اللي عندي. يعني انا مثلا بجمع بيانات كواليتاتيف، عايز اعرف مثلا كم مره الكلمه دي ذكرتها، كم عدد تكرار هذه الكلمه وهذه الجمله، بس دي كلها كواليتاتيف. ففي دلوقتي ما يسمى بالبورد كلاود جينيريتورز، وده فري موجود على النت. ممكن حضرتك تدخل وتكتب على جوجل وورد كلاود جينيريتور، بيعمل لي شكل جيد كده لتمثيل الكواليتاتيف داتا في شكل ارقام، وعلى حسب حجم الكلمه ونوع واللون بيقول لي ان مثلا الكلمه دي كررت اكثر من الكلمات الاخرى. خلينا نشوف مثال، يعني لو نجوت جوجل اسكيب and let's stop sharing and share this one. اهو ده احد المواقع اللي بتقدم الخدمه دي مجانيه، فري وورد كلاود جنريتور دوت كوم. كل اللي انت عليك تعمله ان انت تاخد التكست او النص من استماره الاستبيان الموجوده في شكل وورد دوكيمنت مثلا، وتعمل بيست في مكان هنا، بيست يعني قص ولزق، وتقول ايه سيف وورد كلاود. لو دخلت تكتب اسمك مثلا و بتحصل على هذه النتيجة اللي هي ريبريزنتيشن او تمثيل لعدد الكلمات اللي جت في النص، أكتر كلمة اتكررت وهكذا. جاب لي أهو الوورد كلاود. الوورد كلاود بالنسبة للنص ده كان النص مأخوذ من نفس الدراسة اللي إحنا كنا بنتكلم عليها، تأثير الإيمج والصورة الذهنية على المنتج وعلى الخدمة المقدمة في بعض الأماكن. هتلاقي عدد الكلمات واضح إن أكبر كلمة ذكرت اللي هي الستور، كانت أكبر كلمة اتكررت بشكل مختلف، عليها كلمة براند وبعدين ايمج. ها كلمة كلمات بقى صغيرة زي كده مثلا فاليو أو سوليديتي أو سيلز بيبول كانت أقل وجودا في النص. ها شكل ظريف بألوان جذابة، ها بحجم كلمة بيختلف من حجم من الكلمة الأخرى عشان يبين لك أو يوضح لك إيه تمثيل هذه الكلمات في الإجابات. تمام، ده اسمه الوورد كلاود، ودي طريقة ممكن حضرتك تستعين بيها في تحليل بعض البيانات الكواليتيف. نرجع تاني للسلايد. برضو الهيستوجرام احنا كنا من شويه بنتكلم عليه وشفناه، ده طبعا موست ريسيرشر بيستخدم. موست ريسيرشر يوز هيستوجرام ليه؟ تو شو هايست اند لوست فاليو اوف ذا فور كونتينوس ديت، اعلى حاجه واقل حاجه، لانه بيبقى عامل زي شكل زي ما قلنا شكل منحنى، بيجيب لك اعلى نقطه واقل نقطه فيه. لكن في حاجه عايزين نقولها، ان لما بنستخدم هيستوجرام ده لازم تقسم او تعمل نوع من انواع الجروبينج للداتا بتاع الفاريبل بتاعتك into a intervals groups. The area of each bar represent the frequencies. كل طبعا احنا شفنا الهيستوجرام لسه شايفينه من شويه، كل منطقه فيها بار معين هو ده بيمثل عدد تكرارات الحدوث لهذا الايه كاتيجوري او للاجابه دي. ها وده طبعا بيستخدم بشكل جيد، easy to distinguish between the highest and lowest value. طيب في حد تاني عايز يبين الترند، عايز يبين مثلا حجم المبيعات على مدار 5 سنين، كان السهم طالع ولا الكيرف طالع ولا نازل. ففي اللي هو اللاين جراف. اللاين جراف برضو ده بيستخدم عادة، ده كونتيننج نيوميريكال طبعا، او في الاساس نيوميريكال، وده سوتبل جدا لاكسبلورنج ما يسمى بالترند او تحليل الترند، تحليل الاتجاه. بنستخدم له اللاين جراف. اللاين جراف ممكن نعمله ازاي على اس بي اس اس؟ خلينا نشوف.
بنروح على جرافس شارت بيلدر، والاوبشن ده بيوريني ازاي ممكن اعمل شارت، وهتلاقي هنا الفاريبل زي ما اتفقنا. احنا اخترنا هنا الايمج تكون على الاكس اكسس، واخترنا الايدج على سوري الايدج على الاكس اكسس والايمج على الواي اكسس، وبعدين اخترنا من الجاليري لاين، اخترنا اللاين هنا هذا الشكل وقلنا اوكي. اللي ظهر معايا اللي ظهر معانا جي جراف، وهو جراف بيمثل لي اللاين جراف قد ايه كان الساتسفاكشن او الرضا عن الخدمه المقدمه، واخد ترند على حسب الفئات العمريه. تلاقي مثلا ان هو كان في تحت ال 18 كان اعلى شويه من مجموعه 19 ل 35 سنه، واعلى في بعدين بيزيد في ال 35 ل 40 وهكذا. وسيله جيده جدا ايضا لايه؟ لبريزنتنج يور ديتا. يبقى اللاين جراف برضو احد الوسائل اللي ممكن استخدمها بالاضافه الى الهيستوجرام والباي تشارت. والباي تشارت لسه ما اتكلمناش عن الباي تشارت. الباي تشارت اللي جايه بقى، ايه الباي تشارت؟ الباي تشارت اللي هي الدايره دي عباره عن باي، زي باي كلمه باي يعني فطيره، ومتقسمه the pie chart divided into proportional segment إلى شرائح، وكل شريحة على حسب هي تمثل جزء أكبر من الباي تشارت كاملة أو أصغرها. ودي لها ميزة طبعا، it shares إن كل شريحة من الباي تشارت دي بتساهم في التوتال فاليو بريزنتد باي ذا باي. لما نيجي نتكلم على انهي نوع من الداتا ممكن نتعامل معاه بالباي تشارت، هنقول ان هي في الاساس كاتيجوريكال، لكن ما فيش مانع لو انت عندك نيوميريكال داتا تقدر تحولها الى مجموعات. بس خد بالك بقى من النصيحة دي، ميك شور ذات از you have no more than six segments. أكتر من ست شرائح هيبقى شكل الباي تشارت كده فيه شرائح كتيرة مش هتقدر تفهمها. فإحنا بنقول إحنا بنعمل حاجة عشان تعمل برزنتيشن كويسة قبل ما ندخل في تحليل إحصائي، عشان برضو أي حد محتاج يفهم النتائج يبقى قادر يفهمها. ففكرة six categories دي ممتازة، يعني برضو بتعينك على إن أنت تقدم تعرض بيانات في شكل سهل للفهم واضح. ازاي ممكن نعملها في الاس بي اس اس؟ دي سهله. خلينا نرجع للاس بي اس اس تاني. شير بنروح لانالايز تاني، ديسكريبتيف ستاتستكس فريكوانسيز. هنا في التشارتس جايب الباي تشارت، مش اهي الباي تشارت. بيقول عايز فريكوانسيز ولا نسبه مئويه، اخترت انا البرسنتجز او النسب المئويه واقول اوكي للفاريبلز اللي احنا طلبناهم قبل كده. جميل جدا. زي ما حضرتك شايف الباي تشارت بالنسبه للايمج او للصوره الذهنيه كان زي ما احنا قلنا في ست او في خمس سيجمنتس، خمس شرائح بس، فعشان كده سهله الايه الفهم. يعني واضح ان مثلا اكبر حاجه هنا عندي كانت اللي هو اللون ده اللي هو البيربل كولر ده او البينك. البينك ده كان سترونجلي اجري، يعني معظم الناس كانت متفقه على ايه، ان المكان ده صورته الذهنيه جيده. بالنسبه للجندر المين والفيميل، واضح ان الفيميل اكبر اللون ده، اللون اللي هو الازرق الغامق. وبالنسبه للاعمار السنيه برضو هتلاقي ان في الغالب ما زودناش عن ست شرائح من الباي. وده طبعا لكن لما بص بدأ يزيد شويه، كل ما زاد بقى عدد الشرائح كل ما بقى في صعوبه ان انت تقرا وتفهم الباي تشارت. واضح؟ ودي طبعا وسيله اخرى لعرض ايه؟ البيانات بشكل ايه؟ انترستنج، جذاب. ها؟
عشان القارئ يقدر يستمتع شوية ويفهم الايه الداتا بتاعتك. اوكي، طيب عايزين نتكلم شوية على الديستريبيوشن بقى، توزيع. كلمة ديستريبيوشن دي هي في الأساس كلمة إحصائية، ما المقصود من الديستريبيوشن اوف فاليوز او التوزيع؟ احنا طبعا يعني هنتكلم بعد كده عن فكرة النورماليتي او التوزيع الطبيعي او المنحنى الطبيعي. ان احنا قبل ان نجري اي اختبار احصائي فانه من الضروري ان انت تو استابليش ذا ديستريبيوشن اوف فاليوز، يعني لازم تورينا كان توزيع المتغير ده ازاي في العينة بتاعتك. ها، لو احنا عندنا continuous data زي ما اتكلمنا، ده من السهل ممكن نطلعه باستخدام الهيستوجرام visualized by plotting histogram اللي احنا شفناه من شوية. لو انت بتتكلم على discrete data او categorical data، ها، فده برضو ممكن سهل جدا بيتعمل من خلال bar graphs اللي احنا برضو شفناه، او البوليجون، يعني هو الاثنين حاجة واحدة تقريبا. لما بنشوف كده بقى بيبقى في عندي ثلاث احتمالات، يعني زي ما بنشوف كده، هو ده الشكل التوزيع المنحنى القيم المتغير. ها، فبتلاقي ده الفاليوز بتاعت الفاريبل بتاعتنا دي في الحاله المثلى بقى اللي هي النورمال ديستريبيوشن او التوزيع الطبيعي. يعني ايه التوزيع الطبيعي؟ يعني بنقول ان الديستريبيوشن اوف ذا داتا، توزيع الداتا سيمتريكال، في نوع من السيمترية أو التجانس أو التطابق بين زي ما حضرتك شايف الناحية اليمين والشمال، اتجاه يمين والاتجاه البوزيتيف والنيجاتيف زي بعض. وعندنا دايما بيبقى المين، المتوسط الحسابي، والميديان، والوسيط، والمود، ها كلهم على نفس النقطة، و دايما بياخد شكل منحنى بيل شيب، جرس طبيعي بيسموه البيل شيب فريكوانسي. وان الداتا ار نيوميريكال، ها، سواء كانت كونتينوس او ديسكريت، ده الشكل الامثل. لكن في غير لما بنيجي نعرض باستخدام الهيستوجرام او باستخدام اللاين جراف البار جراف، بتلاقي طبعا ان في ثلاث احتمالات وارده، ان المنحنى بتاعك بيكون بوزيتيف سكيو، بيميل اكتر الى ناحيه اليمين، بوزيتيفلي سكيود، اللونج تيل هنا، هنا في لونج تيل تو ذا رايت، او نيجاتيف سكيو، لونج تيل تو ذا ليفت، ها، او نورمال ديستريبيوشن. ده نادرا يعني في الغالب بيبقى كده، يا اما رايت اور ليفت، نيجاتيف سكيو تو ذا ليفت، بوزيتيف سكيو تو ذا رايت. اه، ايه حكايه النيجاتيف سكيو والبوزيتيف سكيو ده؟ واحنا قلنا ان المفروض ان توزيع الفاليوز بيكون مثاليا، من ناحيه مثاليه يعني بياخد الشكل المنحنى الطبيعي اللي احنا لسه شايفينه من شويه. لكن if your graph shows a bunching to the left is a long tail to the right that is called positively skewed. لو العكس، if the converse is true the data are negatively skewed. And of course لازم بقى هنا نتخذ بعض الايه الخطوات عشان نتاكد، لان في بعض الاساليب الاحصائيه والاختبارات الاحصائيه ما ينفعش تقبل عليها الا ما تتاكد من هذا الاسامشن اللي هو النورماليتي او التوزيع الطبيعي لقيمه القيم، ها، قبل اجراء الاختبار. تمام، احنا ممكن نعمله فيجوالي زي ما شفنا من خلال البار جراف والهيستوجرام وهكذا، وممكن نعمله كمان من خلال بعض الاختبارات الإحصائية هنشوفها كمان شوية. تمام؟ فإحنا كده خلصنا نقطة مهمة جدا، إزاي ممكن نعرض الداتا بتاعتنا. خلينا بقى نتكلم بعد كده على التيبلز. إحنا كده اتكلمنا على الجرافس، خلينا دلوقتي ننقل على التيبلز. إحنا اتكلمنا في الأول على الفريكونسي تيبل، بس برضه في أنواع أخرى من التيبلز اللي ممكن من خلالها نقدر برضه نفهم الداتا بتاعتنا الأول. يعني خلي بالك إحنا ده لسه ما دخلناش في مرحلة تحليل او اختبارات احصائيه، لا،
احنا كل ده لسه بنحاول نعمل ديسكريبتيف ستاتستكس، حاجات وصفيه بس بتصف الداتا اللي عندنا. سو من ضمن الحاجات دي از تو كومبير فاريبلز، ان احنا نقارن بين المتغيرات اللي عندي. فعايزين نشوف اذا كان في نوع من الانترديبندنس. ها يعني ايه؟ في نوع من العلاقه، في نوع من في متغير بيعتمد على متغير اخر، وفي نوع من الترابط او الديبندنس between this variable and other variable. ولو في، طب ممكن نحدد قد ايه هذا النوع specific amount. As with individual variables, the best method of showing interdependence between variables so that any specific amount can be discerned easily is a table. This is known as contingency table or cross tabulation. اللي هو اقدر اشوف بس هل يعني في نوع من الديبندنس او interdependence between المتغيرات دي ولا. اسهل حاجه ممكن استخدمها ما يسمى بالكروس تابيوليشن او contingency table. برضو يفضل ان انت تكون بتتعامل مع متغيرات الكاتيجوريز بتاعتها قليله عشان يبقى برضو manageable. لكن لو زادت المتغير الكاتيجوريز دي you need to group the data، تعمل اعاده ايه، اعاده توزيع، تدمج مجموعات مع بعض عشان يبقى عدد قليل عشان في النهايه توصل لتيبل يسهل فهمه. ازاي بقى ممكن نعمل الكروس تابيوليشن ده بالاس بي اس اس؟ هقول لحضرتك، خلينا نرجع تاني للاس بي اس اس، نروح ستوب شيرنج. كويس، ونروح للاس بي اس اس. ونروح لانالايز descriptive statistics، وفي كروس تابس. واضحة؟ كروس تابس، كليك على كروس تابس. كروس تابس بيقول لي عايز تعمل انهي جدول بين ايه وبين ايه. اقول له والله قول لي كروس تابس، خلي الرو فيها الميل والفيميل اللي هو الجندر، وخلي الكولوم بيتكلم على الساتسفاكشن. وده بسيطة خالص، مش محتاجين ننظر على أي الأوبشنز المتاحة علينا اللي هنتكلم عليها بعد كده. لو عايز أعمل باي سكوير أو كرامرز في أو ألفا أو غيره، ها وأقول أوكي. يعني بعد كده هنطلب باي سكوير، بس خلينا نشوف الأول إيه كروس تاب ده أو كروس تابيوليشن. أهو جاب لي السمري بتاع النتيجة دي. الحقيقة هو في كيس بروسيسنج سمري بيقول لي كم كيس موجوده معايا، 45 كيس، واحنا عارفين ان العينه بتاعتنا 45 والفاليد منهم طبعا كلهم فاليد. ها هو ده بقى الكروس تاب اللي هو تاني واحد اللي عليه السهم الاحمر ده. هو عمل زي جدول حط على في الصفوف بتاعته النوع ذكر او انثى، ميل وفي ميل، والاجابات. يعني بحب اعرف مثلا كام واحد ميل قال ساتيسفايد بالخدمة، هتلاقي ثلاثة. طب في ميل كانوا أكتر، خمسة، وهكذا. هي دي فكرة الكروس تاب، يعني فكرة إن أنت بتحاول في ديبندنس، في علاقة. يعني أقدر أقول مثلا مبدئيا كده إن مثلا في ميل كانوا أكثر رضاء عن الخدمة والمنتج بتاعنا أكتر من الميل، يس مبدئيا يس. 24 في ميل كان رأيهم ان يس، انا اسف، اكستريملي ساتسفايد 4 زائد 12 زائد 8 ادي 20، 24 ادي 24. طبعا اكتر من الايه الميل. دي فكره الكروس تاب او كونتينجنسي تيبل اللي هي بتساعدك على فهم برضو الداتا بتاعتك وكومبيرنج بتوين فاريبل. اوكي، لو رجعنا تاني للسلايدز، طيب comparison of variables that emphasize the highest and lowest rather than precise value are best explored using multiple bar graph أو ما يسمى بالmultiple bar chart.
and alternatively known as compound bar graph or compound bar chart. يعني لو انت بقى عايز تقارن بين المتغيرات المختلفة بالتأكيد على أعلى قيمة وأقل قيمة، فأنت محتاج نوع آخر من البار جرافس اسمه المالتيبل بار جرافس. ليه بقى؟ لأن within any multiple bar graph you are likely to find it easiest to compare between adjacent bars. ممكن أعملها إزاي دي في الـ SPSS المالتيبل بار جراف؟ خلينا نشوف هنعملها إزاي. طيب خلينا نشوف هنعملها ازاي. بنروح على برضو analyze، descriptive، آسف مش بروح على analyze، بروح على graphs. graph لأن احنا عايزين نعمل multiple bar graphs. بنروح على graph وبنختار legacy dialogue وبنروح على bar. في الحالة دي هو بيديني كذا option. ده السيمبل وانا اللي احنا لسه قايلينه من شوية، لكن انا مش عايز السيمبل، انا عايز multiple او بمعنى cluster، اللي هو يمكن تجميع أكتر من بيانات تحت كلاستر واحدة عشان أقدر أقارن بين أكتر من فاريبل وأقول كلاستر وأقول ديفاين. هيقول لي اختار أني فاريبل عايز أنت، فعايزين نشوف الساتسفاكشن بالنسبة للإيه للجندر. فنختار الجندر الكاتيجوري أكسس، هنا هيبقى الساتسفاكشن، ها وهنا الجندر هيبقى الديفاين كلاستر، ونقول اوكي. ممتاز. هو ده بقى يا جماعه الايه اللي ما يسمى بالمالتيبل لاين جراف. يعني لو جينا هنا عند الكاتيجوري دي اللي هي اكستريملي ساتيسفايد، مين هم الناس اللي قالوا اكستريملي ساتيسفايد؟ مبسوط جدا بالخدمه. هنلاقي هنا الفيميل اكتر طبعا مقارنه بالميل. ده هنا هو بار جراف ولكن يمكنني من مقارنه بين اكتر من متغير. نوع اخر برضو في مقارنه المتغيرات اللي هو بيسموه الستاكت بار ستاك او ديفايدد بار تشارت. يعني ممكن تلاقيه بيسمى بيرسنتج كومبوننت بار تشارت او الستاك بار تشارت او ديفايدد بار تشارت، كلها اسماء لنفس الحاجه. خلينا نشوف برضو ازاي هي شكلها وبتتعمل ازاي. لو نروح على طول على الاس بي اس اس ونروح برضو للجرافس ليجاسي دايالوج بارز، هي نفس خطوات بتاعه الكلاستر، بس هنا نختار الستاك بار. برضه بيطلب مني انت هتعرف الكاتيجوري، هنا هيبقى خلينا نقول الايدج مثلا، وبنقول بقى الساتسفاكشن ونقول اوكي. بص جاب لي المجموعات العمريه على الاكس اكسس وعلى الواي اكسس، كم واحد في الفئة العمرية قال ساتيسفايد او ديساتيسفايد، وهكذا بناء على الايه الالوان اللي احنا شايفينها. برضه فكرة ظريفة لعرض البيانات باستخدام اكتر من اسلوب. نرجع تاني، احنا كده انتهينا او قلنا المالتيبل. في طبعا اللي هو المالتيبل لاين او ده بالنسبه لل قلنا الستاك بار جراف بار تشارت قلناها.
طيب يعني دي برضو امثله تانية، بس احنا وريناها لكم عملي من خلال اس بي اس اس، وده افضل طبعا. لازلنا في الكومبيرنج، مقارنه ما بين المتغيرات المختلفه. في برضو عايزين نبين الانتر ريليشن شيب بتوين كيسز اوف فور فاريبلز، العلاقات ما بين الايه المتغيرات الايه او الكيسز، مش الفاريبل نفسها، بتوين كيسز فور فاريبلز. يعني ايه؟ You can explore possible interrelationship between ranked and numerical data variables by plotting one variable against another. يعني رسم يسمى السكاتر جراف. ايه السكاتر او السكاتر بلوت؟ هو الاكثر شيوعا سكاتر بلوت، ها اللي هو انت بتعمل زي برضو منحنى، ها علاقه بين متغيرين، وبتمثل شكل العلاقه دي في نقاط على تشارت او جراف. ان الكونفنشن، الطريقه التقليديه، ان احنا بنقول ان الديبندنت فاريبل هيبقى هو اللي بيتغير ويتبع المتغير المستقل، ها فاحنا محتاجين نقول نحط الاندبندنت فاريبل على الاكس اكسس وعلى الواي الايه الديبندنت فاريبل، يعني هيكون الشكل ده اللي حضرتك شايفه قدامك ده. ده سكاتر بروت او سكاتر جراف، ليه؟ يبين العلاقه ما بين التغير في اسعار، ها الاسعار، وتاثير هذا التغير في الاسعار على شراء عدد وحدات معينه، تقريبا اويل برايسز، ده سعر البترول مثلا في فتره من الفترات، ها في 2017 مثلا. ها فبنقول ان كل ما زاد سعر الوحده الواحده باليورو، كل ما طبعا طبيعي ان عدد الوحدات اللي بيتم شرائها بينخفض. في علاقة عايزين نقول هي علاقة عكسية، في المتغير المستقل الاندبندنت اللي هو البرايس بيتغير، أو السعر بيتغير تباعا لعدد الوحدات المشترى سنويا. وات ميك سنس، يعني هو ده اسمه السكاتر بلوت، وبرضه ممكن حضرتك تعمله في الايه في عرض البيانات بتاعتك عشان يبين علاقة بين متغيرين، متغير تابع ومتغير مستقل. خلينا نشوف ممكن ازاي نعمله على الاس بي اس اس. برضه هنروح لنفس الخطوات، جرافس شارت بيلدر، وهنا بقى هنختار سكاتر دوت، مش زي المرة اللي فاتت لاين. هيبقى بيطلب مني ان انا اعرف برضه متغيرين اللي هو التابع والمستقل، ها فاحنا مثلا خلينا نقول بلاش نقول الايج، خلينا نقول هنا الجندر، ها او لا خلينا نقول الجندر هنا، والساتسفاكشن هنا على الاكس اكسس. بس احنا عايزين يبقى في تغيرين، طب بالفعل واحد بيتبع الاخر، فاكيد مش الجندر هنا. خلينا نقول الساتسفاكشن واللويالتي. يبقى المتغير المستقل هنا الساتسفاكشن، المتغير التابع للولايات يعني الرضا عن الخدمة أو المنتج، ويتبعه إيه الولاء للشركة، ونقول أوكي. شوف، هو طبعا السكاتر بلوت هنا، لأن إحنا بالنسبة للفاريبل بتاع الساتسفاكشن هو ديسكريت او كاتيجوريز، فعشان كده هنا مش واخده شكل يعني يبين اتجاه العلاقه، مفيش خط سواء خط صاعد او خط نازل عشان يقول ان في علاقه. يبدو ان في الدراسه دي واضح ان مفيش علاقه بين الايه الساتسفاكشن واللويالتي، لكن الهدف ان احنا بنشوف ازاي ممكن نعمل السكاتر بلوت عشان يبين علاقه بين متغيرين احدهما مستقل والاخر تابع. كده بعد ما خلصنا عرض البيانات او
الوسائل المختلفة أو التولز أو الجرافز اللي بنستخدمها في العرض. خلينا بقى ندخل في جزء الإحصاء. Describing your data using statistics. إزاي ممكن أستخدم الإحصاء في برضو وصف للداتا اللي عندي؟ يا إما مثلا بعمل كومبير، بقارن بين المتغيرات وبعضها. أو طبعا هتقول لي اختار انهي اسلوب احصائي، اقول لحضرتك نرجع للسؤال البحثي اللي احنا قعدنا نكرر مرارا وتكرارا، ان احنا مهم جدا نبقى عارفين في البدايه الاسئله بتاعتنا محدده بشكل جيد، عشان بعد كده بيترتب عليها كل اللي احنا بنقوله ده. لما بنيجي نتكلم على الاحصاء هنا احنا قلناها هي وسيله، احنا مش متخصصين في الاحصاء، ولكن احنا هناخد يعني بس فكرة عن إزاي ممكن أستخدمها كوسيلة من الوسائل اللي ممكن تضيف لي أو تحلل لي أو تختبر مفهوم إحصائي معين أو علاقة بين المتغيرات أو مقارنة بين المتغيرات وهكذا. ففي جزئين مهمين قوي وانا بتكلم على الاحصاء كبدايه، اللي هي فكره السنترال تندنسي اند ديسبرجن، او مقاييس النزعه المركزيه، سنترال تندنسي او الديسبرجن او الانتشار. ها كلنا تقريبا يعني اتصور ان احنا عندنا فكره ولو بسيطه عن مقاييس النزعه المركزيه، اللي هي بتسمى المين والمود والميديان. ها ايه هو المين؟ اللي هو الوسط الحسابي، بنسميه في اللغه الدرجه الافريج، اللي هو الافريج بتاع الفاليوز بتاعتي. الميديان هي القيمه التي تتوسط مجموع القيم، سواء لو رتبنا القيم دي تصاعديا وتنازليا في العينه، يعني عندي هيبقى في قمه وسط بين الايه هذه القيم دي اسمها الميديان. المود اللي هو القيمه الاكثر تكرارا، represent the value that occurs most frequently، اللي بتتكرر دايما في العينه بتاعتي، رقم معين بيتكرر او جمع معين. في كمان ما يسمى بالترند مين، اللي هي يعني هي حاجه يعني شويه مختلفه عن المين، لان لو جينا بصينا على الفاليوز بتاعه العينه بتاعتي هنلاقي في ما يسمى بالاوتلايرز. الاوتلايرز دي هي قيم بتاخد شق اكستريم قوي، يعني هتلاقي كل القيم زي ما شفنا في الرسم المنحنى الطبيعي بتتمركز حوالين الوسط المين، لكن في قيمة كده تلاقيها لوحدها كده في الاكستريم، يا اما بالزيادة او بالنقص. فقبل ما ناخد المين المفروض ان احنا نشيل الاوتلايرز دول من العينة عشان يطلع الايه الوسط الحسابي adjusted أو معدل. ها it includes all data values other than those at the extremes of the distribution، يعني بنحاول ن avoid أو to exclude ال extreme values. في بقى مقاييس النزعة المركزية، دي قلناها اللي احنا بنيجي وهنشوفهم ازاي بنتحسب دلوقتي، وممكن نحسبهم بالـ SPSS ازاي. هنشوف كمان الـ dispersion. ايه الـ dispersion ده؟ الـ dispersion ده بيشمل الانتر كوارتايل رينج او الفاريانس، الكوفيشنت اوف فاريشن، الاندكس نمبر، ومقاييس اخرى تانية. لكن احنا خلينا ناخد بس فكره عن كم مقياس منهم او كم مفهوم منهم، اللي هم الرينج، اللي هو ايه هو الرينج؟ الرينج ده اللي هو الديفرنس بتوين هايست اند لوست فاليو في العينه بتاعتك. في قيمة أعلى قيمة وفي قيمة أقل قيمة، يعني مثلا لو السكيل بتاعنا من 1 لـ 7، فـ7 هي أعلى حاجة، 1 هي أقل حاجة. الرينج هو إيه؟ الفرق ما بينهم. الرينج the difference between the highest and the lowest value. ليه بنحتاج نعمل أحيانا ريبورتنج للرينج في النتائج بتاعتنا؟ لأن هي الداتا دي محتاجينها عشان حتى لو حبينا نرتب الداتا بتاعتنا نعمل لها رانكينج. دي نوع من انواع الايه المقاييس الديسبرشن او الانتشار. في كمان اللي هو الانتر كوارتايل رينج. الانتر كوارتايل رينج لا، اللي هو الديفرنس بتوين او الديفرنس within the middle 50% of the value، يعني الفرق بين
نوت، مش العينه كلها بقى، مش كده من الهايست لويست، لا within 50%، only 50% of the values. وفي الفاريانس، الفاريانس اللي هو describe the difference أو the extent to which data values differ from the mean. قد إيه القيم الأخرى بتبعد عن قيمة الوسط الحساب. ها؟ ده بيسمى الفاريانس. And the standard deviation، ها؟ هو برضو ليه علاقة بالإيه؟ الفاريانس. وهنتكلم عن الستاندرد ديفيشن دلوقتي في الشرح. طيب في الكوفيشنت اوف فاريشن او معامل التغير، اللي هو compare the extent to which data values differ from the mean between values. طبعا هي المقصود هنا ان انت تفهم بس الكونسبت، لكن كيفيه حسابته الاس بي اس اس وجميع الستاتستيكال باكج بتساعدك ان انت تحصل عليه بدون اي كالكوليشنز. يعني خلينا نشوف دلوقتي في مقارنه سريعه بين المين والميديان والمود والرينج. زي ما حضرتك شايف، مثلا لو عندي انا مجموعه الارقام دي 7 3 4 1 7 6، ازاي اعمل المين؟ It's sum of numbers divided by the total number بيديني المين. هجمع 7 زائد 3 زائد 4 زائد 1 زائد 7 زائد 7، هيطلع الرقم 28، نقسمهم على عددهم يبقى 6، يبقى الافريج او المين 4.66. طب الميديان، الميديان انا محتاج اعمل لهم ترتيب، هم نفس الارقام بس هرتبهم يا اما تصاعديا او تنازليا، سيبقى 1 3 4 6 7 7، والقيمه الوسط بقى هي تعتبر المين. طب انا دلوقتي طلع عندي 6 ارقام ما عنديش وسط، الوسط ده عباره عن ايه؟ الوسط طالما عندك عدد زوجي، يعني 1 3 4 6 7 دول 6 اعداد، 6 قيم، يبقى انا اخد الميديان، باخد القيمه اللي في الوسط اللي هي 4 زائد 6 واقسمهم على 2. لكن لو كان عندي عدد فردي، يبقى القيمه اللي في النص دي هتتوسط 3 على اليمين و3 على الشمال، يبقى دي سهله اخدها زي ما هي، تبقى دي الميديان. يبقى الميديان هو arrange in order and pick the middle value. بالنسبه للمود، هي القيمه الاكثر تكرارا هنا في المجموعه دي، 7 هي اكثر تكرارا فهي المود. الرينج بقى قلنا الديفرنس بتوين هايست واللوست 7، ذا هايست وان از ذا لوست، يبقى انت عندك الرينج كده ايه 6. طيب مقاييس بقى، مقاييس الديسبيرجن او الانتشار اللي احنا لسه قايلينها، انتركوارتال رينج، الفاريشن، ها دي برضو محتاج ان انت تعرفها. فناخد اول حاجة اسمها الانتر كوارتايل رينج، برضو الهدف منها ايه؟ هي بتساعدني في فهم التوزيع اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية، ان احنا نفهم توزيع الداتا، توزيع القيم دي ازاي لمتغير معين. ها وفي طبعا طرق سهلة ممكن احسبها بيها، يعني زي ما احنا قلنا شوية من شوية ان انا ممكن اكون difference between the highest and lowest وهكذا. however this statistics is rarely used in a research report as it represents only the extreme value. A more frequently used statistics، يعني ما بستخدمش الحسبة اللي أنا بقول عليها أطرح الأكبر من الأصغر وخلاص، لا الموضوع ده مش رير أوي، محدش بيعمل كده. بنستخدم بديل عن كده اللي هو فكرة الانتر كوارتايل رينج، IRR. إيه الانتر كوارتايل رينج ده؟ ان احنا لو جينا نشوف الميديان اللي احنا متكلمين عليه من شويه، هنلاقي الميديان ده بيقسم الفاليوز عندي لمجموعتين اهو، نرجع تاني اهو الميديان قسمهم لمجموعتين، مجموعه هنا الفرق من 1 ل 3 4، ومجموعه اخرى من ايه 6 7 8. فالميديان كده قدر يعمل ديفيجن او ديفايدد ذا رينج انتو 2، and the range can be divided also into two، والمجموعتين دول ممكن يتقسموا لمجموعتين كمان، فأصبح عندي 4 مجموعات. المجموعة الأولى أو الأقل the lower quarter is the value below which a quarter of the data will fall. المجموعة الأولى دي هيبقى عندي فيها الربع الأقل في القيم، ها هيقع داخل المجموعة دي اللي هي lower quartile،
مجموعة الفاليو اللي هي الأقل من ربع الفاليوز الموجودة، والأبر الأعلى حاجة هيبقى فيها الايه above the quarter of the your data value will fall. طب ايه اللي هستفاده لما اعرف ان في 25% من القيم هتقع في المجموعه الاولى و25 تانيين في المجموعه الثانيه و75 في ثلاث ارباع وهكذا؟ conceptually and statistically In research, it is important to look at the extent to which the data value for variable are spread around their means. لأن احنا اتفقنا احنا محتاجين من الناحية النظرية ومن الناحية الإحصائية نقول إن التوزيع فيه توزيع طبيعي، وإن القيم دي متوزعة بشكل حوالين المين، القيمة معظم القيم كلها بتتمركز حوالين الوسط الحسابي. And As this is what you need to know to assess the usefulness of a typical value for the distribution. وده محتاجين نعرفه عشان نقول دي التوزيع الطبيعي. So if your data are all close to the mean, then the mean is more typical than if they are very wide. وده هيقول لك والله هذا كويس جدا، لان كمان في اختبارات احصائيه فيها نعرف كمان شويه ليها assumptions لابد ان هي تتحقق قبل ما تعمل الاختبار الاحصائي. إذا ما اتحققتش مش هينفع تعمل اختبار. من ضمنهم التوزيع الطبيعي والديسبيرشن ريت والديسبيرشن ميجرز بتساعدني في فهم الكلام ده. فلو عندك القيم كلها بتتمركز حوالين الوسط الحسابي فده شيء جيد، وتقدر تقول أنا إيه في توزيع طبيعي للداتا بتاعتي، غير كده هيبقى في مشكلة. To describe the extent of spread of numerical data, you use the standard deviation. وعشان اعمل الجزئيه دي اعرف قد ايه او اوصف انتشار القيم محتاج انت تستخدم مقياس اسمه الانحراف الطبيعي ستاندرد ديفيشن اس دي، دايما هتلاقيه باختصار موجود في الاوتبوت بتاع الاس بي اس اس ستاندرد ديفيشن. If your data are assembled, this is calculated using slightly different formula than if your data are a population. في مقياس للعينة وفي مقياس لنفس الحاجة اللي هي standard deviation للمجتمع كامل. Although if your sample is larger than about 30 cases, there is a little difference in the two statistics. لكن لو حجم العينة عندك يزيد عن 30 case، فده بيقول لي والله احتمال كبير ان يكون في تقريبا تقارب الى حد كبير ما بين الستاندرد ديفيشن للبوبيليشن والستاندرد ديفيشن للسامبل، يعني مفيش اختلاف ما بين الانحراف المعياري في العينه والانحراف المعياري في المجتمع. عشان كده دايما بنوصي بان السامبل سايز لا تقل عن 30 كيس. You may need to compare the relative spread of data between distribution of different magnitude. E.g. may be measured in hundreds of tons, the other in billion of tons. To make meaningful comparison, you will need to take account of these different magnitudes. A common way of doing this is to divide the standard deviation by the mean and then to multiply your answer by 100. هو ده لو انت عايز تقارن، عندك عايز تقارن الانحراف الطبيعي standard deviation لمجموعتين، كل مجموعة بتقيسها بشكل مختلف. عندك مجموعة بتقاس مثلا بال 100 طن 100 طن مثلا، ومجموعة أخرى بتقاس ب بليون طن. فإزاي هو كده في اختلاف في القياس؟ عشان كده لو تيجي تعمل مقارنة لها معنى تاخد في الاعتبار النقطة دي، إن أنت بتقسم الانحراف المعياري ده على الوسط الحسابي وبعدين بتضرب فيه 100. مش مهم خالص فكرة يعني احنا مش بنحاول ان احنا نستخدمه في مقارنات بين المجموعات، لكن هو مؤشر على الديسبيرجن زي ما قلنا، ومهم جدا نعرفه. وحاجة كمان مهمة اللي هي الناتج الكلام ده اللي احنا بنقول عليه اللي هو الكوفيشنت اوف فاريشن.
ايه بقى coefficient of variation ده؟ The value of these statistics can then be compared. The distribution with the largest coefficient of variation has the largest relative spread of the data. يعني انا بحصل من الخطوه اللي انا قلتها دي على ما يسمى بال coefficient of variation او معامله التباين. معامل التباين ده كل ما كان كبير the largest the coefficient of the variation it has the largest relative spread of data. فالداتا بتنتشر بشكل كبير ها عكس ما يكون الايه ال coefficient of variation small. اوكي مش هناخد الاندكس نمبرز لان احنا مش محتاجينه قوي في تحليل الاحصاء عندنا، لكن هننقل على جزئيه بقى مهمه جدا، وهي تقريبا بقى اللي هي كل الخطوات السابقه دي بنعملها عشان نوصل للخطوه دي. ايه هي الخطوه دي؟ وهي examining the relationship and the difference using statistics. في النهايه حضرتك عندك اسئله في البحث وعندك فرضيات، والفرضيات دي عبارة عن علاقات بين متغيرات أو فرق بين بين مجموعة وأخرى، يعني في فروق وعايز تختبرها إحصائيا. هو ده بقى الجزء المهم اللي إحنا محتاجين نستخدم فيه اختبار إحصائي ها يجاوبنا على بناء على البيانات اللي تم جمعها وتحليلها، هتطلع نتائج تقول لنا والله إجابة السؤال بتاعتك نعم هناك فرق، نعم هناك تأثير، نعم هناك علاقة، وهكذا. فعلى سبيل المثال لو أنت بتسأل سؤال Are these variables related؟ هل هناك علاقة بين المتغيرات دي؟ اختبار إحصائي معين هيجاوب لك على السؤال ده. Do these groups differ؟ هل في فرق بين هذه المجموعات الميل والفيميل الذكر والذكور الإناث؟ لكن عملية التقييم بقى إحصائيا بتهتم جدا بما يسمى السيجنيفيكانس تيستينج أو معنوية الاختبار. عايزين نشرحها دي. سيجنيفيكانس تيستينج معناها إيه؟ يعني واحد النهارده بيقول لي والله انا لقيت علاقه بين المتغيرين اكس وواي والنتيجه طلعت ايجابيه والعلاقه، انا عايز اتاكد ان النتيجه دي ما طلعتش كده راندم بشكل عشوائي ها، يعني وممكن تكون الاحصائيات طلعت كده والنتيجه طلعت كده، بس هل هو ده نتيجه فعلا ان هناك علاقه فعليه ولا الموضوع طلع راندم فاريشن؟ طلع ان هو يعني there is a possibility that this result could be due to random variation in your sample. مش عارفين. وعشان كده ال statistical significance او significance testing بيهتم بالجزئيه دي، اللي هي فكره ايه؟ ان انا عايز اتاكد بنسبه كبيره ان النتائج بتاعتك مش نتيجه للصدفه، ولكن هي في نتيجه فعليه كل مره هتختبر هذه العلاقه تطلع بنفس الشكل. طيب يبقى خلي بالنا من جزئية الـ statistical significance لأن ليها مقياس، وهنعرف دلوقتي إزاي ممكن نتعامل معاها. بشكل عام مجموعة الاختبارات الإحصائية مجموعة كبيرة جدا، تحليل الإحصائية عدد الاختبارات كبير وفي كتب كبيرة فيها ومتشعبة وعددها كبير، لكن إحنا بنحاول إيه ناخد زي إيه زي رود ماب كده أو دليل نستخدم أنهي اختبار وإمتى وإيه النتائج ممكن نتفسرها إزاي. فبنقسم الاختبارات الإحصائية statistical tests لنوعين non-parametric و-parametric. ال non-parametric ده اللي هو إيه؟ ال non-parametric designed primarily for use with categorical data. إحنا لسه متكلمين عنها في بداية المحاضرة، فكرة ال categorical data يا إما dichotomous, nominal, أو ordinal. This data where there is no distributional model. هو data عبارة عن categories male, female, black, white. أنواع السيارات، أنواع الفاكهة وهكذا. So we cannot use statistics to estimate these parameters. عشان أعمل خلي بالك الاختبار الإحصائي في النهاية هو بيحاول يعمل
تقدير استيميشن لمجموعه من البارامترز. ها فبالنسبه لو عندي نمبر مترك ستاتستكس هيبقى فيه نوعيه معينه من الاختبارات، لو بارامتريك ستاتستكس هقدر اللي هي تتعامل مع الداتا اللي هي الانترفال ريشيو، هيبقى في نوع اختبارات اخرى. طب سؤال يا دكتور، هو انهي الاقوى وانهي الاحسن؟ طبعا البارامتريك، البارامتريك are considered more powerful because they use numerical data، وطبعا numerical data هي اللي يصلح معاها الاختبارات الاحصائيه. طب هل معنى كده ان انا ما ينفعش اعمل اختبارات احصائيه على البارامتريك؟ لا ينفع. ها بس لازم ناخد في الاعتبار بعض الحاجات. ايه بقى؟ اول حاجه the data cases selected for the sample should be independent. يعني ايه الكيسز اللي احنا هناخدها دي في العينه عشان نجري عليها الاختبار الاحصائي؟ لازم يكون في نوع من الاستقلال. يعني ايه الكلام ده؟ يعني معناها ان selection of any one case of your sample should not affect the probability of any other case being included in the sample. في نوع من الاستقلالية، يعني الكيس دي ملهاش علاقة إن لو اخترنا كيس معينة عشان التحليل الإحصائي مش هتأثر على كيس أخرى. The data cases should be drawn from normally distributed population. ودي اللي احنا كنا اتكلمنا عنها في البداية، إن احنا محتاجين نتأكد من فكرة النورماليتي او النورمال ديستريبيوشن او التوزيع الطبيعي، المنحنى الطبيعي. لازم نقول ان احنا الكيسز دي واخدينها من مجتمع في نورمال ديستريبيوشن للداتا. طب لو مش موجود، لا لو مش موجود هنضطر نعمل مجموعة اختبارات عشان نتأكد ان ده نورمال ديستريبيوشن، ها وبالتالي نجري الاختبار الإحصائي. The population from which the data cases are drawn should have equal variance. مش بس الايه النورماليتي، بس بيسموها الهومو سيجاستيسيتي او equal variance، ان الاختلاف هنا داخل ال population في نوع من تساوي في الاختلاف. هنشرحها احصائيا دلوقتي. ها الترم ده هيجي، don't worry the term will be explained in more details. بس خلي بالك انا بقول لك ان انت قبل ما تعمل اختبار الاحصائي في بعض الاشتراطات او ما يسمى بالassumptions اللي انت محتاج توفرها الاول. اخر حاجه the data use should be numerical. فده معناه برضو ان احنا حتى الايه الكاتيجوري لازم نحولها لنمبرز. ماشي. وطبعا اذا امكن، اذا if you need to make sure that the sample size is sufficiently large، كل ما زاد حجم العينه ده طبعا معنى كده ان انت you are meeting the requirement of the statistics that you are using. لان في معظم الحالات جميع الاختبارات الاحصائيه بتتطلب يعني حجم عينه مناسب عشان نقول ان احنا نقدر نعمل اختبار. If the assumptions are not satisfied, it is often still possible to use non-parametric. زي ما قلنا the way in which statistical significance assessed using both non-parametric and parametric can be thought of as answering one of from series of questions dependent on the data type. انا هختار بقى بحضرتك قلت لي يا دكتور هختار ازاي، بارامتريك ولا نون بارامتريك؟ ها هي مجموعه، خلينا نشوف الجدول ده هيكون مفصل اكتر من الباراجراف.